طيب خلينا نروح مع حضراتكم لملف اخر وملف هام جدا الحقيقه. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه باخلاء منطقتين بالقاهره، هما عزبه ابو قرن مصر القديمه ومنطقه شمال الحرفيين، ونقل السكان لمشروعات السكنيه الجاهزه المؤثثه، وده في اطار خطه الانتهاء من المناطق العشوائيه وغير الامنه. خلينا نعرف اخر تطورات هذا المشروع من المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك، صباح الخير. طيب يعني احنا لحد النهارده يا فندم في بعض الناس مش مستوعبه قوي ايه اللي بيحصل في هذا الملف تحديدا، القضاء على المناطق العشوائيه والغير الامنه. خلينا نعرف من حضرتك دلوقتي عزبه ابو قرن وشمال الحرفيين كمان، ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ ازاي بيتم عمليه اخلاء السكان؟ بيروحوا الاماكن شكلها عامله ازاي؟ لو حضرتك تشرح لنا يا فندم العمليه بتتم ازاي؟ الاسلوب او منهجيه العمل في عزبه ابو قرن تختلف عن شمال الحرفيين، لان عزبه ابو قرن احنا بنخلي السكان من منطقه عزبه ابو قرن نوديها على طول مشروع سكني في منطقه معا في مدينه السلام. طبعا كمشروع متكامل من خدمات ومن كل حاجه. دلوقتي ممكن وصلنا وزن ال 70% في نقل الاهالي من ابو قرن لشمال الحرفي للاسف لمعا. وكمان عندنا شيء هنا يعتبر شيء مزدوج شويه في المهمه بتاعه نقل عزبه ابو قرن، لان عزبه ابو قرن هتنقل الاهالي ونوديها مشروع جديد، والمكان الاصلي اللي احنا بنشتغل فيه بيتبع منهجيه اخرى اللي هي او مشروع اخر اللي هو تطوير منطقه او انشاء حدائق الفسطاط. حدائق الفسطاط اللي هي على 500 فدان في جنب مسجد عمرو، يمكن بدانا المرحله الاولانيه بتاعتها لما عملنا بحيرات عين السيره ومتحف الحضاره. اكبر مساحه خضراء مفتوحه يا باشمهندس. ان شاء الله، يعني على 500 فدان حاجه عالميه، وجايبين استشاري كبير جدا، وبنعمل يعني هناك هيبقى في منطقه ثقافيه تراثيه، منطقه المغامرات، منطقه الالعاب، منطقه تجاريه، منطقه الفنادق، منطقه الحفريات التاريخيه، كل ده هيبقى موجود، وطبعا جواها تحتوي على مسجد عمرو وساحه عمرو. نعم، كل ده هيبقى موجود في الخصوص. ده مشروع تطوير القاهره القديمه بشكل عام، لكن خلينا نرجع للمحور الاساسي اللي كنا بنتكلم فيه واللي بداته جمانة. فكره بقى حضرتك تحدثت عن نقل عزبه ابو قرن او الاهالي في عزبه ابو قرن، يعني ايهما اصعب بالنسبه ليكم، هي فكره نقل الاهالي ولا اصحاب الورش في الحرفيين؟ واصحاب الورش دول بيتم نقلهم لفين برضه؟ الحرفيين هنا احنا مش بنقل اصحاب الورش من الحرفيين، لا، ده الحرفيين دي منطقه كانت منطقه سكنيه احنا بنجهزها دلوقتي عشان تبقى منطقه حرفيه. نعم، عشان ننقل فيها الحرف والمهن الغير متوفره داخل القاهره التاريخيه، تبقى على محور جهان الشداد في المنطقه اللي هي جنبها اللي بتسميها منطقه شمال الحرفيين. نعم، هنا يعني افهم من كلام حضرتك ان اللي بيتم نقله في شمال الحرفيين هم الاهالي اللي ساكنين مش الورش. احنا زمان الاهالي كان جزء دي كما نقول فاضل بس جزء بسيط من الاهالي موجودين في المنطقه دي. نعم، المنطقه صعبه قوي كمان الحياه فيها، ده احنا نقلهم ونقل التعويضات او الناس نقلت قبل كده ونقلت في الاطفال، والبنى فيها بقى عشوائي كمان. هو اصلا عشوائي يعني، مش بقى هو اصلا بادئ يعني هجرته عشوائيه. فاحنا خلاص يعني الحمد لله دلوقتي يمكن بدانا نعمل كمان عمارات سكنيه للحرف او الناس اللي هتنقلوا من القاهره التاريخيه. نعم، ويروحوا المكان ده ويقول لك انا عايز اسكن في نفس مكاني جنب ورشتي جنب المصنع اللي هتديهوني. فده بنحب نعمل هناك عمارات هناك عشان كده، وبنعمل هناك طبعا بنبنش على اعلى مستوى، احنا بننقل الناس من القاهره التاريخيه، واحد عنده ورشه صغيره كده، ورشه سنكره سباكه دوكو ايا كان، يعني 5 متر 3 4 متر، وبياخد ورشه من 20 ل 80 متر طبقا لاحتياجاته. فده طبعا بيقولوا نقله طبعا يا فندم، ومخططه ومرفقه، ويعني في اختلاف كبير جدا. طيب باشمهندس خليني اعرف من حضرتك كمان نقطه ثانيه، الاماكن او الشقق اللي بينتقل ليها الاسر دي، يعني الاسر اعدادها طبعا بتختلف، يعني افراد الاسر دي الاعداد بتختلف، عايز اعرف من حضرتك هل بيتم دراسه حاله بحاله، ولا ازاي بيتم اليه النقل نفسها؟ ده غير كمان التاثيث، لانه هذه الوحدات السكنيه كمان مؤثثه. احنا طبعا الحالات كلها بتدرس، احنا عندنا نفس المشروع معا في نموذج اوضتين وفي نموذج 3 اوض، كل الحالات دي بتدرس على حسب عدد الفترات، لكن بحب اكد لك ان مفيش حد بيتنقل لوحده حتى لو اوضتين
بيكون اصغر من مكانه الاصلي، بيكون اكبر من مكانه الاصلي كمان. يعني كده كده الناس اساسا معظمها بيعيشوا في حاجات صغيره جدا وتبقى مزنوقه جامد، لكن الحمد لله بيتنقلوا بفرشاه زي ما حضرتك برضه اتفضلتي وقلتي بالفرش بالاجهزه الكهربائيه. يعني هو بيدخل بيفتح شقته الجديده بالمفتاح بيبدا يعيش فيها، يعني بيبدا حياته الجديده فيها. فهنا يعني على طول اصلا ما بيبذلش مجهود، حتى ما بيدخلش ينظفها، بيلاقيها نظيفه وجاهزه بفرشها كمان. طب يعني النقطه بقى نقطه فرشها دي يا فندم، يعني اسمح لي لو حضرتك تستفيض بس معانا اكتر عشان نوضح للساده المشاهدين فرشها ده عباره عن ايه؟ يعني هو بيفتح الشقه بيلاقي ايه؟ بيلاقي عنده اوضه النوم موجوده، اللي هو اوضه النوم الاطفال، الانتريه الصغيره، طب سفره بقى زي الناس فاكره، لا سفره صغيره تكتفي بالاحتياجات. بيلاقي المطبخ مفروش وجاهز، بيلاقي الاجهزه الكهربائيه الثلاجه الغساله البوتاجاز السخان، بيلاقي حتى الشتاير موجوده والملايات، بيلاقي كل الحاجات دي موجوده. يعني والاهم من ده يا باشمهندس بيلاقي حياه كريمه، يعني اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو تغيير نمط الحياه والتحول لحياه كريمه، حياه تليق بالمواطن المصري. عاوزين نعرف بقى احنا وصلنا لحد فين في مساله القضاء على العشوائيات. احنا ان شاء الله يمكن كان في يعني اقل من شهر كان في اتحاد سياده الريس في حلقه اكتوبر افتتحنا 12 مشروع مره واحده. نعم. وده يعتبر يعني انجاز ضخم جدا، يعني ده طبعا فتره الحصاد. احنا خلاص ان شاء الله عندنا بعض المشروعات هتبقى جاهزه عشان نقول مصر خاليه من غير امن. يعني عندنا مشروع الخياله في مصر القديمه 2520 وحده. نعم. عندنا حلايب وشلاتين 2000 وحده. عندنا في لا وعاوزين نحط 1000 خط تحت حلايب وشلاتين، اللي احنا شغالين في كل الاتجاهات وفي كل المناطق في الدوله كده بقى. احنا عندنا حلايب وشلاتين، عندنا الوادي الجديد خلصناه، عندنا مطروح خلصناه، عندنا جنوب شنا خلصناه. انا بجيب لك الاطراف وهو عشان يبقى ناس، عندنا الصعيد عشان تقول لا الصعيد، عندنا الصعيد في اسوان مخلصين، عندنا في سوهاج مخلصين، عندنا في قنا مخلصين، عندنا في المنيا مخلصين. فيعني احنا نسبه كم في الميه يا فندم؟ احنا خلاص نقدر نقول يعني وصلنا تجاوزنا نسبه يعني وصلنا 90%، الباقي ال 10% الباقيين دول المشروعات اللي فاضله. عندنا في اسكندريه 15600 وحده بشايل الخير خمسه برضه ان شاء الله قريبا جاهزين نفتح. يبقى كده بنقول مصر خاليه من غير امن، بس دخلنا في المرحله الجديده بتاعت التنميه العمرانيه والغير مخطط، عشان بس الناس تقول لك ايه تعدي حد ياخد صوره يقول لك ايه ده عايز بتخير الله، ده لسه ده منطقه اللي حوالين الدايري ده اسمه غير مخطط. ده قطاع بعينه، يعني دي حاجه يعني قطاع في ضمن خطه كبيره. احنا بنقول الخط العريض او العنوان الابرز هو القضاء على العشوائيات، تحت بقى القضاء على العشوائيات في ليها تقسيمات تانية زي ما حضرتك تحدثت يا فندم. احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات.